فامريكا يعني ذرا للرماد حفظا لماء الوجه خدت قرار بتجميد حسابات بعض المستوطنين الاسرائيليين وده اول مره امريكا تعمله حقيقه اول مره امريكا تاخد هذا القرار لانه في ضغط على الرئيس الامريكي بايدن من داخل ادارته الديمقراطيه يقول انت عملت ايه عشان الاباده الجماعيه فبيقول انه اتخذ اجراء بفرض تجميد لارصده بعض المستوطنين الاسرائيليين ووضعهم في القائمة السوداء. مين زعلان؟ الإرهابي العنصري المتطرف بن غفير قال إن أمريكا تجاوزت الخطوط الحمراء وقالت إنه الرئيس الأمريكي بايدن لا يجب إن هو ما كان يجب أن يفعل ذلك. نتنياهو وقال كمان بن غفير إن نتنياهو مش عارف يتعامل مع الأمريكان ومحتاجين مساعدة. فرد عليه نتنياهو وقال له انتقادات انتقاداتك بالنسبة لأمريكا في غير محلها وأنا قادر على إدارة الملف ولست في حاجة إلى مساعدة من يدير الملف مع الولايات المتحدة الأمريكية وقال لست بحاجة إلى مساعدة, لمعرفة كيفية إدارة علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي خلاف بين بن غفير وبين بنيامين يمين نتنياهو والخلاف صعد وتصاعد ولسه القادم أسوأ أيضا إير لبيد اللي هو زعيم المعارضه الاسرائيليه قال انا بحذر الحكومه الاسرائيليه وبحذر القاده الاسرائيليين ان رمضان داخل على الابواب بعد شهر وايام ده يائير لبيد اللي بيقول ولم نستعد بعد لاداره الملفات في رمضان اوعوا بيقول لهم اياكم وان تتركوا هذا الملف لبن غفير اللي هو وزير الشرطه طب هو هيعمل ايه بيقول لهم بن غفير هيعمل ايه في رمضان قد يرتكب حماقه في الضفه الغربيه او في القدس او في المسجد الاقصى او الحرم الابراهيمي تؤدي الى اشعال الموقف بشكل لا يمكننا من مواجهته فالنهارده يا اير لبيت زعيم المعارضه بيحذر الاسرائيليين من بقاء او ترك الصوره في ايد بن غفير ليدير وحده الملف بيقول هيولع الدنيا هيخرب الدنيا النهارده الاسرائيليين خايفين من ردود افعال لما يمكن ان يقدم عليه بن غفير خلال شهر رمضان